الدولة تعتمد المخالفات التي يتقدم بها المواطنون، وأنه في حال دفع المبلغ المتبقي سيحصل المواطن على نموذج 10 الذي يؤكد أن المبنى مقنن ويتعامل بكل حرية في توصيل جميع المرافق. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة إن شاء الله معانا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة يخص طلبات التصالح أو خبر صار أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء أثناء لقائه اليوم بخصوص طلبات التصالح. طيب قبل ما نشوف تفاصيل الموضوع ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ويريد تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. خبر صار لمقدمي طلبات التصالح في مخالفات البناء. قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مخالف البناء على مستوى الجمهورية، موضحا أن إجمالي من تقدموا للتصالح 2.8 مليون مواطن، منهم 1.6 في القرى. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الدولة تعتمد المخالفات التي يتقدم بها المواطنون، وأنه في حال الدفع المبالغ المتبقية أو المبلغ المتبقي سيحصل على نموذج 10 الذي يؤكد أن المبنى مقنن ويتعامل بكل حرية في توصيل جميع المرافق، وتسقط جميع الدعاوى القضائية المرفوعة على المبنى. ولفت إلى أن المواطنين عندما تقدموا للتصالح تم دفع مبلغ 25% وهي قيمة جدية التصالح، وهذا يعني أن المتبقي 75%، وفي حال الدفع هذا المبلغ ستسقط جميع القضايا. وأشار إلى أن المواطن يكون له حق تقسيط المبنى حتى 3 سنوات، وأنه سيحصل على نموذج 10 بعد سداد المبلغ. طيب دي كانت البشرة الصارة اللي هو أذاعها لنا السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص المتقدمين لطلبات التصالح خلال الفترة القادمة إن شاء الله. اللي معاه أي سؤال بعد كده في هذا الشأن يتفضل مشكورا يضعه في تعليق، وأنا بجاوب على جميع الأسئلة قدر ما استطعت. شكرا لحسن استماعكم، ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، وريت تدعمنا بلايك وتعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. حسب لك مصدر الخبر أسفل الفيديو إذا حبيت ترجع للفيديو اللي هو مذاع على صدى البلد. شكرا مرة أخرى لحسن استماعكم.